تفضل اللفة اللي بعدها. اللفة اللي بعدها عايزين لغم بقى. حاضر. أنا حبيت اللغم خلاص. حضرتك صريحة بترد كويس. ماشي يا ستي. أما نشوف هيطلع إيه. مش لغم. مفيش لغم. مش لغم. السؤال رقم 8 بيقول الفنان تامر عبد المنعم اتريق على حمو بيكا لأنه ما بيعرفش يقرأ أو يكتب. تعليقك إيه على اللي قاله تامر عبد المنعم؟ أنت حضرتك مش شايف إن ده تنمر على بني آدم؟ لا شوفي هقول لك، هو طبعا يمكن قد يكون صديقي وحبيبي تامر في المؤتمر اللي عملناه في وزارة الثقافة يعني الناس ما فهمتوش كتير أو ما فهمتش قصده إيه، لكن هو يعني يكون يتكلم على إنه من أهم شروط اللي بيقدم في الامتحان إنه بيعرف يفك الخط. أنا الحقيقة الكلام بالظبط أنا مش فاكر قال إيه على حمو بيك، عشان أنت بتقولي لي هو تنمر، أنا مش فاكر الكلمة اللي قالها، لكن هو في حد ذاته لو بيعرف يفك الخط ما كانش دخل الامتحان. لا هو كتب على صفحته شوف حد يقرأ لك عشان أكيد مش هتعرف تقرأ كلامي. بعض الآراء قالت إن هو ده بصي تنمر. هو قد يكون استفز من رد حمو بيك أو من الفيديو اللي عمله أساسا، لأنه هو يعني على ما عرفت أنه كان عايز يعمل مؤتمر صحفي برضه في وزارة الثقافة زي ما إحنا عملنا، هو كمان كان عايز يعمل وط، وعشان كده كلم تامر عبد المنعم. يمكن ده اللي استفز تامر وخلاه يرد بشكل مش حلو، لأنه يعني إحنا مش ضد حد زي ما بقولك، وأي حد على فكرة في فنانين كتير قوي في الزمن الجميل ما كانوش بيعرفوا يقروا بالظبط كده، دي حقيقة. فدي ده لا يعيب حد خالص يعني، مش ده العيب، لكن قد يكون طريقة كلامه مع تامر وعرضه لموضوع إنه يعمل مؤتمر هو ده اللي استفز. هي مشكلة حمو بيكا معاكم إنه ما بيعرفش يغني مش ما بيعرفش يقرا ويكتب. بالظبط كده، هو قدم ما يفيد إنه هو معاه يعني شهادة محو الأمية بيعرف يقرا ويكتب وكده، لكن هي حتة الفن دي اللي مش لازم تبقى بالعافية يعني، وعايز يقدم كمان سنة زي ما قلنا في المؤتمر كمان سنة يقدم تاني. المهلة بعد سنة بس؟ يعني له سنة ويقدم تاني بعد كل سنة لو عايز، حتى لو طور من نفسه خلال 3-4 شهور. والله أتمنى، لكن أنا اللي أنا بشوفه مع حمو بيكا إنه يعني بيطلع ناس تانية تغني معاه. حضرتك قلت خدتي انت بالك من الموضوع ده؟ وحضرتك قلت قبل كده إن أنت يعني مش بيقف لوحده على المسرح، في حد من المطربين الشعبيين معاه بيقف يغني معاه، فهو واضح إنه لما دخل اللجنة لوحده معرفش انه يقنع اللجنه حتى انه بيعرف يقول نوته. انا شفت تصريح لحضرتك قلت انك جبت له زي مدرس يعلمه. أيوه. فعلا الغنى دي حقيقه وزوغ دي حقيقه يعني، بعد فعلا ما عمل المشكله الاولانيه وسقط وجا النقابه وهدد واخدنا عليه حكم 2 حبس واتنزلنا انا واعضاء المجلس المحترمين في اخر وقت عشان ما يتحبس، وجا قدم ورقه تاني عشان يمتحن واخده بالك، دخل هو الامتحان وما نجحش. طب انا عايز اقول لك حاجه يا اسماء، افتح لك قلبي وانا قلتها على فكره في المؤتمر. طب هو حمو بيك على فكره قبل ما يخش الامتحان هو قدم ورقه وخلاص مستني اللجنه تحديد ميعاد اللجنه عشان يخش، اما كان بيبقى عنده شغل بنديله تصريح اليوم الواحد، احنا مش ضد حد خالص وما قعدناهوش في البيت لحد ما يمتحن ونشوف النتيجه النهائيه ايه. طب بصراحه لو كان عندك السلطة تمنعه من السعودية كنت هتعمل كده؟ بصراحة أنا مش عايز أكدب عليكي، بصراحة عشان يعني أنا بحب جدا يعني أهل السعودية، مش عشان حاجة يعني، أنا أحب دايما إن أحلى حاجة في مصر هي اللي تبقى هي اللي تبان وهي تبقى هي سفيرة الفن المصري، إن هو مش بيمثل نفسه هو بيمثل مصر، أما بيطلع يغني في أي مكان في أي حتة هو بيمثل مصر، وبالتالي أنا غيور على بلدي، فلو كان بإيدي إن أنا يعني أقول له لا استنى لما تزبط نفسك وتطلع يعني كان يبقى، أنا بشوف إنه كان يبقى أحسن، لكن يعني هم شايفين هناك أكيد حاجة أنا مش شايفها، شايفين إنه يعني نجاحه الفني طاغي جدا جدا، ومش مهم انه يكون عضو في النقابه او انه يبقى فيه معاه يعني تصريح من انه يغني في النقابه، مش هتفرق معاهم كتير هناك، فمش مشكله مش اشكال.